الفنان حماده هلال، اهلا لا بيك. الو، ايوه والله العظيم انا هعتذر لك. كويس انك اتصلت، ليه يا انا زعلان حمادة؟ خالص عشان هتسيب لي تليفونك يا حماده. انت ما فيش، لا انا اهم حاجه عايز اقول لك، انت كل سنه وانت طيب يا عم. بالصحة والسلامة يا حبيب قلبي، أنا يا سعيد صاحب بنجاحك القلب كده الطيب، ومنور الشاشة أنت وأنت تستاهل كده يا حمادة يا حبيبي، الله يخليك وحياة يا عم. ربنا وحياة زينب منورة لك. أنا بكتب لك في غنوة دلوقتي عايش والله يا عم، وهخلصها لك. ربنا يبارك لك يا عم احمد، وعايز اقول لك كل سنه وانت طيب، وأنت بالصحة والسلامة يا حبيبي. وما نتحرمش منك خالص، ولا من صوتك ولا من كلماتك، ربنا يخليك يا حمادة. وقلب طيب. أنت يعني عايز عارف اشكركم. طبعا، عارف التليفون؟ اه طبعا، طب اتكلم عشان انا عايز عارف اشوفك التليفون، اليومين عايز اللي جايين امسي عليكم دول. كلكم طبعا الاول، ربنا يخليك يا الشريف حبيبي يا منورين حماده. كلكم والله. يعني انا ربنا، عايز، انا اللي انت بتقوله ده والود اللي بينكم ده لوحده محتاج موضوع نتكلم فيه. لا ده عم احمد ده من زمان يا استاذي، ده طبعا انا يعني من بدايتي خالص، عم احمد ده ليه فضل قوي يعني. ربنا يا رب يبارك لكم، وانتم بجد يعني منورين، الله يخليك. وكل سنه وانت طيب يا عم احمد، وانت وعقبال يا بالصحه رب. والسلامه. يا دي حماد عايز اقول لك حاجه، ايوه انت دلوقتي محدش يقدر ينافسك انك انت مغني الثوره لانك من سنهم، جيلكم ده المنايل اللي قلب الدنيا ده. ربنا يخليكم ويحفظكم يا رب. ربنا يبارك لك يا عم احمد الله يا رب، يخليك. الله يبارك لك يا عم احمد ويبارك فيك، وده شرف كبير ليا ان انا اسمع منك ربنا والله. يخليك يا حماده يا حبيبي، ربنا اتصل بيا يخليك يا والنبي رب. يا حماده هكتب لك الغنوه وحياه ربنا. ماشي يا حبيبي، واهم فنان حاجه ربنا يطمنا على صحتك يا رب، وتمننا ربنا بالسلامه يا رب. يخليك يا حبيب يا قلبي، رب طول ما الفنان، انتوا كويسين انا كويس ومصر كويسة. احنا هناخد منكم شويه وقت بس عشان الناس هتضربنا يا عم حماده. انا بشكرك جدا جدا انك اتصلت بينا، النجم حماده هلال طبعا.